بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع كبار. اليوم نستضيف السيدة أمينة بوحجرة. السلام عليكم. أولا أوجه تحياتي الخالصة لموقعكم المحترم أخبارنا الجالية. كنشكركم على اهتمامكم وتشجيعاتكم الجالية المغربية المقيمة ببروكسل خاصة، وكنتمنى لكم المزيد من العطاء والتوفيق، ولا شك أنكم ستصلون إليه بالمصداقية والعمل الجاد والخبر الصادق إن شاء الله. شكرا شكرا، الله يخليك. بغينا نعرفوا شكون هي أمينة بوحجرة. السيدة أمينة بوحجرة هي مواطنة مغربية متشبتة بالأخلاق النبيلة والكرامة اللي كتخليها قوية وما تعطيش لها المجال للسكوت على حقها. امرأة متزوجة، أم لثلاثة أبناء، مترجمة اجتماعية وفاعلة جمعوية في المكتب المسير لجمعية أديب والجالية بلغو ماروكان وجمعية سعيدات بالمغرب. سيدة أمينة، بغينا نعرفوا شنو هو الاختصاص ديالك في العمل الجمعوي إلى كان ممكن. نعم، احنا مع مجموعة من المتطوعات قررنا أننا نأسسوا واحد الجمعية اللي سميناها جمعية أديب أكسيون إيديالوج بروكسل، اللي أسسناها في سنة 2015. هاد المتطوعات كيجمعهم حب العمل الجمعوي وطموحاتهم هو إنجاز مشاريع وبرامج اللي كتراعي الاحتياجات والمتطلبات كل شخص اللي كيعاني بمشاكل العزلة، اللغة، القراءة والكتابة. يعني كنقوموا بنشاطات وكننسقوا نفدوا خدمات محلية لجميع شرائح المجتمع وفئاته. يعني الجمعية ليس لها أهداف سياسية ولا تسعى إلى لتحقيق أرباح مادية، بل تهدف بالنهوض إلى الجوانب الثقافية، التربوية، الاجتماعية، الرياضية، الصحية إلى آخره. من بين مهام الجمعية فهو الحرص على الاستماع والتوجيه والتحسيس وتقديم المساعدة والدعم النفسي، ثم المساهمة في تشجيع المشاركة وتطوير الحيوية ببلدية موليمبيك خاصة. لماذا؟ لضمان استمرارية البرامج التي نقوم بها في البلدية، ولتعزيز القدرات الشخصية والمعنوية لجميع الأشخاص الذين يقومون بتنظيم أنشطة وبرامج في الحي موليمبيك. يعني نقوم بعدة برامج وأنشطة خاصة بالأسر، خاصة بالطفولة، بذوي الاحتياجات الخاصة، بالأشخاص اللي كيعانيوا بظروف صعبة. كنقوموا بجميع الأنشطة على حسب الطلب وعلى حسب الاحتياجات. عندنا واحد الجمعية أسسناها مع مجموعة من المتطوعين في بروكسل خاصة، فهي جمعية الجالية بلغو ماروكان للحق والقانون. الهدف ديالها هو التحسيس بثقافة القانون وتجنب المساطر والملفات القضائية أمام المحاكم في المغرب، وكذلك مساندة ومساعدة الجالية المغربية المتضررة في حقها وفي ممتلكاتها. يعني كنقوموا بلقاءات واجتماعات باش نتواصلوا مع هذه الجالية المتضررة، وقمنا بمجموعة من الفيديوهات، وعندنا تصريحات جد خطيرة كتثبت بأن كاين ضحايا مافيا العقارات خصوصا في المنطقة الشرقية بالمغرب. وأسسنا كذلك جمعية في المنطقة الشرقية بإقليم الناظور بدوار إموساتن بجماعة حسين بركان، جمعية اسمها سعيدات للمرأة والطفل والشباب بدوار حاسي بركان. والهدف من هذه الجمعية فهو تحسين الظروف المعيشية للقرويين وإعطائهم الإمكانيات كذلك لضمان استقلاليتهم. يعني عندنا واحد مشروع تنموي جمعوي وهو بناء مركز سوسيو تربوي للمرأة والطفل والشباب، لأن بعد التشخيص الذي قمنا به في القرية لاحظنا أن الفلاح كيعاني، الشاب كيعاني، التمدرس في العالم القروي يعني خصو مراجعة شاملة وخصو حلول لولوج الفتاة القروية في جميع المجالات ومستويات التعليم. يعني فكرنا أننا نديروا واحد الفضاء اللي يجمع هاد الناس باش يوعيوهم ويقريوهم وينميوا القرية ديالهم بالوعي وبالصنعة.
شنو هما العراقيل اللي كتلقاوها في هذا العمل الجمعوي؟ كاين إكراهات وضغوطات ومشاكل، وهي الهاجس المادي اللي هو عنصر سلبي في تنظيم الأنشطة والبرامج، لا في جمعية أديب ببروكسل ولا جمعية سعيدات في المغرب. يعني كان بحثوا على طاقات وشخصيات ناشطة اللي تقدر تدعم برامجنا، والحمد لله بالبرامج التضامنية والخيرية. يعني كان نظموا حفلات هنا في بروكسل، وكان واحد تضامن وتعاون مشترك ما بين الجمعيات والمنظمات وحتى البلديات، خصوصا بلدية مولنبيك اللي كتساعدنا بإمكانيات بسيطة لجمع تبرعات لدعم مشاريعنا التنموية والاجتماعية والجمعوية. من بين أفاق المستقبلية إن شاء الله عندنا عمل متشبتين بتطبيقه إن شاء الله، وعندنا مبادئ قابلة للتطبيق. يعني مبدأ الشفافية والوضوح هي من مبادئ لتحسين نوعية العمل الجمعية. عندنا شراكة مع الفيدرالية المغربية للجمعيات والجمعية بلغو ماروكان، إن شاء الله غادي نديروا واحد مكتب خاص مرة في الشهر أننا نستقبلوا شكايات الجالية المغربية المتضررة ببروكسل خاصة وببلجيكا عامة، وهذا يكون إن شاء الله لقاءات مع بعض المسؤولين في الميدان القضائي، في المحاميين، باش يعطيوا معلومات كاملة على ملفات العقارات، وأي معلومة يقدروا يتواصلوا معنا إن شاء الله مباشرة في هذه الإدارة. وكاين نشاطات وبرامج إن شاء الله كان برمجوها مع جمعيات محلية هنا في بروكسل، يعني دروس محو الأمية، طبخ مع شعوب مختلفة الديانات والأجناس، يعني بزاف البرامج كنشتغلوا عليها بالتنسيق مع لجنة أديب اللي كنشكرها من هذا المنبر على الثقة المتبادلة وعلى العمل الجاد وتحملهم المسؤولية، لأن العمل الجمعوي راه ماشي سهل باش نحيي، وخص خص واحد المجهود كبير. والحمد لله بينا أن كل تو اي بوسيبل، نقدروا ننظموا أنشطة بلا ما نستناو الدعم المادي. يعني الدعم المادي يقدر يجي من بعد. وكنشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب في إنجاح جمعيتنا، وكنشكر كل المؤهلات اللي كاينه هنا في بروكسل. ما شاء الله برزوا بأن كاينين الناس بالمؤهلات ديالهم أنهم يقدروا يديروا بزاف المجالات ويكونوا في خدمة الجالية المغربية ببلجيكا عامة. ما شاء الله عليك، أعمال كبيرة وإنجازات كبيرة، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق ومزيد من النجاح. على هذا المنبر بغينا نعرفوا ما هو آخر كلام للجالية المغربية. كنشكركم أولا على اهتمامكم بالجالية المغربية المقيمة ببروكسل، وهذا كيعطي لنا الطموح والإرادة أننا نعطيه الأكثر والأكثر. وكنتمنى كل أهدافنا تحقق بإرادة الله. وكنشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد بطريقته الخاصة، وكان نوجه تحية خاصة للجالية المغربية المقيمة ببروكسل، وكنقول لهم وأدعوهم للتعبئة والتعاون المشترك باش للسير في نفس الخط إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى اللقاء إلى الحلقة المقبلة مع أخبارنا الجالية مع برنامج حوار مع كبار.